أعلنت اليوم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في بيان لها أنه بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تبسة وبعد موافقة السلطات العمومية المختصة، فقد تم تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي لتصبح من الساعة 8 مساء إلى 5 من صباح اليوم الموالي لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم غد الخميس، وهذا على مستوى البلديات التالية: تبسة، شريعة، العقلة، بير العاتر، الونزة والعوينات. إلى تطورات الوضعية الوبائية ببلادنا، حيث عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فرار مستجدات الوضع الصحي في البلاد بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 495 حالة جديدة يصبح المعدل في خلال 24 ساعة الأخيرة ب 1.1 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 31 ولاية سجلت أقل من 10 حالات و 17 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 11 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم 281 مريض. الحالات التي تمثلت الشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم لحد اليوم 25,627، منهم 364 حالة تمثلت الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء، عندنا حاليا 53 مريض في العناية المركزة. La maladie du coronavirus poursuit sa progression significative en Algérie. Au bilan du mercredi 12 août, 495 nouveaux cas confirmés de coronavirus, COVID-19, ainsi que 11 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures, annonce aujourd'hui à Alger le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, Dr Jamel Fourar. De ce fait, le nombre total des cas contaminés à travers les 48 wilayas s'élève à 36 699, tandis que le nombre des décès grimpe à 1333 morts, ont indiqué ce mercredi les autorités sanitaires algériennes.